النشرة والأخبار، أهلا بكم. في إطار سياسة التضامن وحسن الجوار التي تجمع الجزائر والنيجر، منحت الحكومة الجزائرية مساعدات إنسانية استعجالية لجمهورية النيجر موجهة لمدينة أغاديز التي تشهد تدفقا مكثفا للمهاجرين. هذه المساعدات تضم أزيد من 30 طنا من المواد الغذائية والأدوية، وتشكل مساهمة في الجهود التي تبذلها السلطات النيجيرية لمواجهة المشاكل الناجمة عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية. استمرارا في لتجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجال التضامن الإنساني لدول الجوار، اليوم عملية تضامنية عادية كما تعودنا عليها دائما، وخاصة منذ 2014، تتمثل في إهداء 30 طن من المساعدات الإنسانية من مواد غذائية، أجهزة طبية وأدوية لإخواننا وأخواتنا بمدينة أغاديز بالنيجر. اختتمت أمس فعاليات الإقامات التضامنية لسنة 2018 بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، وتميزت الطبعة بإعطاء أكبر قدر لإدماج واندماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ملكة خليفة. الختام كان بهذه الرقصة الترقية، فبعد قضائهم عطلتهم الصيفية عبر كل مراكز الولايات الساحلية، يستعد أطفال الجنوب للعودة إلى ذويهم. جينا من ولاية إليز. عجبنا الباكونس هذه. أنا في رويبة من مريقلة خلاص. رحنا البحر، رحنا القصبة، رحنا المقام الشهيد، رحنا الجردن الليسي. داونا نتبحروا، داونا نتسوقوا، داونا الكل بلايس، داونا مقام شهيد. رحت الملعب الخمسة جويلية، ورحت للمترو والمقام الشهيد والحديقة الحمة. عجبك الحال؟ وعجبني كلش. ترجع إن شاء الله؟ نرجع إن شاء الله بربي لحيانا ربي. رحنا البحر، بحرنا ورحنا للحديقة، حوصلنا خرجنا نفتش الدم. رحنا للحوامل وعجبني هنايا وعجبني الشيخة نتاعي. غالية إيداليا، وفي كلمة لها أكدت أن الدولة سخرت كل الإمكانات المادية والبشرية للأطفال، وكذا ضمن عودتهم عبر الخطوط الجوية الجزائرية. تميزت بالسير الحسن والتنظيم الجيد وجودة الخدمات المقدمة، سواء على مستوى الإطعام أو الإيواء أو المرافقة النفسية والرعاية الصحية أو البرامج الترفيهية والرياضية والتربوية، من خلال عديد التراتيب المدمجة والتي جمعت بين المطالعة والموسيقى والمسرح والرسم والألعاب. حفل الاختتام تضمن العديد من النشاطات الترفيهية من تقديم أطفال الجنوب. ضمن التحضيرات المتواصلة التي تعكف عليها بعثة الحج لضمان راحة ضيوف الرحمن، تم أمس الاطلاع على الظروف والمرافق المهيئة لإقامة حجاجنا الميامين بمنى أيام التشريق ويوم الوقوف بعرفة. مراسلنا من البقاع المقدسة عبد الرحمن شريط. للوقوف عن كتب عن التحضيرات ليوم عرفة، تنقلنا مع ممثلي شركة سياحة وأسفار الجزائر في معاينة ميدانية رفقة ممثل هيئة الحج السعودية الذي باشر الأشغال فور استلامه الموقع. يعني 5 أيام إن شاء الله يكون جاهزين. يعني يستقبلوا الحجاج في أريحية؟ لا، يستقبلوا الحجاج، كله جاهز، كله موجود إن شاء الله. يعني جميع التجهيزات تكون موجودة كاملة. الأشغال جارية والتجهيزات حاضرة، وفي موقع منى لاحظنا تقدما كبيرا في تجهيز المخيمات كما ونوعا. بعد مرحلة إسكان الحجاج، استقبال وإسكان الحجاج، الآن مرحلة تحضير قدوم الحجاج إلى عرفة لأداء مناسك الحج. فهذه المرحلة هي مرحلة أولية، وبعد يومين وثلاثة لما يكون تجهيز المخيم نرجع إن شاء الله باش نعود نراقب كل الخدمات اللي راهي موجودة، من تكييف، من فرش للمخيم، من تحضير يعني
الاستقبال النوعي للحجاج الجزائريين، من بينهم الحجاج اللي تابعين اللي جاوا مع وكالة سياحة وأسفار الجزائر، شركة سياحة وأسفار الجزائر اللي هي رائدة في مجال تنظيم الحج. هذه خيم الحجاج الجزائريين في منى وعرفة قبل أقل من أسبوع عن يوم الحج الأعظم، فالحج عرفة. أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن يومي عيد الأضحى المبارك 21 و22 أوت عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمون بالساعة أو اليوم، ويستثنى من ذلك المستخدمون بنظام التداول أو المناوبة المطالبون بضمان استمرارية سير مصالحهم. تكثف الفرق البيطرية من خرجاتها الميدانية قبيل العيد الأضحى المبارك، وهذا بغية مراقبة المواشي ومعاينتها. والعين في النشرة من ولاية تندوف مع فاطمة الزهراء بن فرجلة. هي خرجة ميدانية لفرق بيطرية بتندوف لسوق الماشية التي استقبلت الماشية من عدة ولايات. قمت بمعاينة كل أعراض ظاهريا إذا كانت هناك أي أعراض مرض أو أعراض ظاهرية، وكذلك معاينة الشهادات البيطرية لأنه تستلم كل الموالين اللي يقدموا من ولاية الشمالية خصوصا من ولاية الهضاب يقدموا بشهادات تنقل تسلم لهم من طرف المصالح البيطرية على مستوى الولايات. احنا نعاينوا هذه الشهادات، نديروا حملات تحسيسية، وكان مراقبة الوبائية لحركة الحيوانات بين الولايات، نديروا المراقبة هذه بطبيعة الحال بالنسبة للحيوانات الموجهة لعيد الأضحى. المراقبة البيطرية للأضاحي رافقها تحسيس للمواطنين بخطورة الأوبئة والأمراض، أما أسعارها فقد تباينت فيما اختلف الطلب، والنصيب الأكبر كان لهذا النوع المعروف بالسيداون. بالنسبة للأسعار ما زالت مرتفعة شوية، كما الكبش دوك هذا يقول فيه 53.5، 53.5 بزاف. والناس تتراوح تشري سيداون تشري كرة. الأسعار من 5 من 6 إلى 4. العام السنارة غالي. الموال راهم يعلفوا، العلف غالي كل شيء. كي نتكلموا على الاسعار نتكلموا على حتى الدخل تاع الموظف، الموظف راه يتقادم بين 2 ملايين إلى 5 ملايين، والكبش الى 6 ملايين، ماهيش حاجه معقوله. كي تكون الجفاف راكي عارفه الموال يخصو يجيب العلف، وين يجيب العلف، والاعلاف مكلفه، وباش يسمنها يعني تسمين هذا عمليه مكلفه، وبالتالي هذا ينعكس على على السعر تاع الماشيه. ومع وفرة الماشية وتنوعها يبقى اقتناء الأضحية بتندوف مرهون بانخفاض الأسعار. أصبحت المسابح الجوارية لولاية البوليدة تصنع الفرحة لدى الأطفال بعد تجسيد شعار البرنامج الصيفي السباحة مجانية للجميع. القطاع وبعد فتحه 4 مسابح جوارية وملحقة بيت الشباب بحمام الوان يستقبل يوميا الراغبين في الراحة وتعلم السباحة لكافة الفئات العمرية. روبورتاج نور الدين رابيا. هكذا سباحة على الظهر، هذه سباحة على الصدر، لازم نتعلم هذه قبل ما يدخل نعوم. هي إحدى التقنيات التي يتلقاها يوميا السباحون الهواة بحضورهم يوميا إلى هذا المسبح الشبه الأولمبي بالبوليدة الذي يشتغل خلال الفترة الصيفية مجانا. مرة الأولى أنا جيت لابيسين حاجة مليحة كي فتحوها لنا باطل لي مونيتور يعلموني لي تكنيك ولابيسين مليحة. الأهداف تاعنا الأول باش يجنبوا سباحة في لي باراج ولا في الوديان باش يكون متنفس ليهم هنايا في المسبح هذايا. حاجة ثانية عندنا اللي نعطوا الأهمية باش يكون تاع التعليم مبادئ السباحة لهذوما الأطفال. حتى مسابح بيت الشباب ببلدية حمام الوان تساهم في استقطاب أطفال المناطق المجاورة بما في ذلك رواد المحطة المعدنية. عجبني الحل بزاف، وشت باللي كاين بزاف الناس وذراري اللي نقدر نلعب معهم. أنا بنحب نروح البحر، نحب نجي لابيسين ملي فتحوها لنا باطل ولينا نجو غير ليها. ابتداء من الساعة 9 تكون الأبواب مفتوحة حتى الساعة 7:30 مساء نستقبلوا من ولايات مختلفة، ليس بالأخص ولاية بليدة، كاين عندنا ولاية الجزائر العاصمة، ولاية بومرداس، ولاية المدية. تطبيقا لتعليمات السيد جعفر نعار مدير الولائي للشباب والرياضة
المديرية سخرت 4 مؤسسات لاحتضان هذا العملية وهذا البرنامج، يستفاد منها وتمس بشكل مباشر ما يضاهي 600 مستفيد يوميا بطاقة استيعاب 150 فرد في كل مؤسسة. وتبقى مثل هذه المسابح التي تستقطب فئة واسعة من مختلف الأعمار من شأنها إعطاء دفع للرياضة الجوارية وتقلل من ظاهرة السباحة الخطيرة في الأودية والسدود. قامت أمس قوة مشتركة من قوات الأمن والدرك الوطني بعملية مداهمة لأوكار الانحراف والجريمة بشواطئ بلدية عين البنيان، أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص وحجز مئات المشروبات الكحولية، إضافة إلى حجز 15 مظلة شمسية ينشط أصحابها دون ترخيص قانوني. المداهمة المشتركة بين الشرطة والدرك الوطني ترمي إلى توحيد الجهود بين الجهازين لمكافحة الجريمة بطريقة أكثر فعالية. سهيل حريرية. العملية الأمنية التي شارك فيها أكثر من 80 عنصرا من قوات الأمن والدرك الوطنيين استهدفت أوكار الانحراف والجريمة بشواطئ البهجة لاسكا وجميلة بعين البنيان، وأسفرت عن توقيف 10 أشخاص وحجز كميات من المشروبات الكحولية. تم هذا اليوم رفقة مصالح الأمن الوطني بشراقة بمداهمة الشواطئ المنتشرة عبر الإقليم، حيث تم حجز 15 مظلية شمسية ينشط أصحابها بدون ترخيص قانوني، كما تم توقيف شخص يستهلك المخدرات على شاطئ البحر حيث تم تحويله مقر الفرقة. كما تهدف هذه العملية لتوحيد الجهود للقضاء على الجريمة البسيطة والجريمة العنيفة على مستوى إقليم الكتيبة. بهذا التاريخ تم تنظيم هذه الخرجة الميدانية، وهذا في إطار مكافحة الجريمة الحضرية، حيث تم مداهمة بعض الشواطئ تابعة الإقليم دائرة شراقة، أين من خلالها تم ضبط أشخاص يستغلون حظائر بطريقة غير قانونية، وكذا أشخاص يستهلكون المخدرات، وكذا ضبط أشخاص يقومون بمتاجرة بالمشروبات الكحولية بطريقة غير قانونية. تبني استراتيجية فعالة من خلال عمليات أمنية مشتركة هو ما تصب إليه مصالح الأمن لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات. دوليا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 6 فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس، فيما اعتقلت بحرية الاحتلال 4 صيادين في البحر المتوسط قبالة مدينة غزة. إلى ذلك قالت الحكومة الفلسطينية إن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 20,000 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة هو إعلان حرب على وجود مدينة القدس ومعالمها العربية والإسلامية. في مالي من المنتظر أن يعلن اليوم عن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعدما تم تأجيلها ليلة أمس لأسباب عملية، وحسب ما أعلنته مصادر رسمية مالية فإن هذا الإرجاء ناتج عن تأخر تسليم تقارير نتائج الاقتراع في بعض المناطق شمال ووسط البلاد إلى اللجنة الوطنية لنتائج الانتخابات. ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف أمس مركزا تعليميا خاصا بالعاصمة كابول إلى 48 قتيلا و67 جريحا أغلبهم في حالة حرجة. وقد نددت مبعوثية الأمم المتحدة في أفغانستان بهذا العمل الإجرامي الذي استهدف دون مبرر فئة الطلبة والمدنيين. عودة إلى الوطن، وبمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين نظم مساء أمس حفل فني ساهر نشطه عدد من فناني طابع الراي. السهرة تأتي في إطار التظاهرة الفنية تحت شعار لنفرح جزائريا، والموعد مستمر إلى غاية نهاية الشهر الجاري بسهرات فنية في مختلف الطبوع الجزائرية. في ختام النشرة أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، ولمن فادتهم مواعيدنا الإخبارية عناويننا الإلكترونية في الخدمة. إلى اللقاء.